أما الحاجة الأولى أن مجربوه المرشح الآخر وثم حصيلة هو الناخب التونسي الآن مش ماشي مش انتخب بين زوج ناس اللي هما مترشحين على معناها متمثلين واحد ان بريزيدون سورتون يعني رئيس متخلي عنده حصيلة يحكم عليه هام ثلاث سنوات هو يجم يمشي المترشح الآخر اللي كل مكان يخطب قد ما يحب. ثم سؤال واحد يسأله له أي مواطن يقول له هذا الكل ثلاث سنين اللي فاتوا علاش ما عملتوش؟ احكي لنا علاش ما عملتوش؟ عنده حصيلة وحصيلته معروف. السيد باجي قاسبسي اولا وين ما مر او اللي عنده الخبره الكافيه كان وزير دفاع وزير خارجيه ومده طويله هو في الحكم يعرف سين علاقاته الدوليه متميزه. ثلاثه ايضا احنا اليوم كنا في منزل الشهيد سقراط الشارع ولحظه مؤثره جدا وزرنا الكاف ونحب نوجه تحياتي للكاف والسليانه وكل المناطق اللي زرناها وبين قوسين باجي قاسبسي عنده قرابه شهرين زار مناطق الجمهوريه الكل. انا سمعت واحد في تلفزه اخرى يقول هاو السيد باجي مش قاعد يتحرك انا تقريبا ولايه الجمهوريه كلها سارها. اليوم كنا في دار الشهيد سقراط الشارني والاستاذ باجي قاسبسي متعدي شاف الكاسكيت نتاع الشهيد اللي هي موجوده على طاوله وقف حياه. علاش؟ مش خاطر هو كان معنا في الملقات في الداخليه، خاطر هو من مؤسسين الحرس الوطني. في العلاقه هذه الحركه هذه حركه سهله تدور. احنا ما فكرناش فيها، حركه سهله. توريك عمق العلاقه بينه وما بين الاجهزه هذه، وش معناها رجل الدوله؟ هو اول شيء يعرف عنده التجربه، عنده الخبره. وثانيا عنده القدرة على تنفيذ اللي مش يقولوا. علاش؟ على خاطر الحكومة المقبلة اللي هي شد الميزانية واللي هي مش لابح وجه كل هي حكومة صديقة للرئيس فالرئيس قادر يتناغم معها ثم تناغم بيناتها عكس المرشح الآخر اللي هو الحكومة المقبلة سماها طواغيت من البلاد وسماها الناس مش راجعة النظام القديم وقال عليها كل الأسماء السيئة لذلك مش تعامل معها. هو بالمدينة احنا من المرسى بدينا نقدف ديجا المشروع نتاع الماليه عمل عليه معناها على بعض الفصول عمل عليه طعون من البدايه ظهر التوتر هدايا في حين البلاد لا تحتمل المساله هذه لازم يكون تناغم.